السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي التعليمية. هذه القناة تقدم سلسلة دروس لتعليم اللغة الفرنسية لمستوى الثالثة ابتدائي وفق البرنامج المقرر، لتمكين التلاميذ من استيعاب اللغة الفرنسية من الصفر، وهذا ما يسهل تعلمها. لمساعدة أولياء الأمور في تعليم أولادهم دون اللجوء إلى الدروس الخصوصية خاصة في هذه الظروف الصحية. لمحو الأمية في اللغة الفرنسية. الدرس الأول: les alphabets, les lettres minuscules et les lettres majuscules. مرحبا بكم يا أطفالي الأعزاء، اليوم سوف نبدأ بالدرس الأول في اللغة الفرنسية. سوف نتعلم الحروف. Bonjour mes enfants. Aujourd'hui, on va commencer notre première leçon dans le français. On va apprendre les alphabets. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. سنعيد الحروف للمرة الثانية. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. والآن سوف ننتقل إلى الشطر الثاني من الدرس. سوف نتعرف في هذا الشطر على أشكال الحروف في اللغة الفرنسية. لدينا شكلان: الشكل الأول الحروف الصغيرة les lettres minuscules، والشكل الثاني الحروف الكبيرة les lettres majuscules. les lettres minuscules الحروف تكون على هذا الشكل، تكون صغيرة. نستعمل هذه الحروف في كتابة الكلمات، الجمل، les mots, les phrases. أما les lettres majuscules الشكل تاعها يكون كما هكا كبير، A B C، يكون شكلها كبير. نستعمل هذه الحروف الكبيرة في كتابة أسماء الأشخاص، أسماء البلدان. par exemple محمد، نبدو le mot محمد par la lettre M majuscule، ونكمل بقية الأحرف minuscule. par exemple Algérie، نبدو الحرف الأول تاع كلمة Algérie la lettre majuscule A، ونكملوا بقية الأحرف مينيسكول. والآن وصلنا إلى نهاية الدرس. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. شكرا على المشاهدة، وإلى الملتقى في الدرس القادم إن شاء الله.